إذن مشاهدينا للوقوف على تفاصيل هذا الملف ينضم إلينا كل من السيد محمد أبو مهادي الباحث في الشأن السياسي عبر الهاتف من بروكسل، وأيضا العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، وكذلك السيد خالد نصيف الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي من رام الله. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. سيادة العميد، أبدأ معك. جيش الاحتلال يعلن عن وضع بلدات إسرائيلية عديدة في الجليل الغربي ضمن المناطق العسكرية المغلقة استعدادا لتوسيع عمليته البرية في الجنوب اللبناني. إلى أي مدى يمكن لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن يوسع عملياته البرية في جنوب لبنان في ظل تواجد حزب الله وفي ظل المواجهة بين الطرفين؟ مساء الخير لضيوفك الكرام وللمشاهدين. إن المعركة بلبنان مش تقليدية، والتاريخ لن يعيد نفسه بالطريقة المهاجمة الإسرائيلية. نعم. إن العدو الإسرائيلي عم بيصير أو مناورته أو استراتيجيته بلبنان بست أمور. نعم. أول ما عم بيعمل حرك وجرف للكرة، وعم بيتقدم ببطء بالجنوب، وعم بيعمل قدم وببطء شديد. ثاني مبدأ عم بيفوت فيه سيطرة جوية وضرب الأهداف والقيادات ما زالت متوازية مع العملية البرية. نعم. عم بيقوم بتهجير للقرى فوق 70 قرية بالجنوب، صار مهجر ما قبل الأولي وبعد الأولي. رابع أمر بمناورته، ما عم بيتمسك بالارض، ما عم بيكون عرضه لعمليات المقاومه، لانه بيعرف انه المقاومه بتخليه يفوت لجوا بتضربه من خلفيته او مجنبته، لانه في كثير انفاق وخنادق، فما عم بيفوت، بيحرق، بيجرف وبيطلع. وسادس بنك عم بيعمل شغل الجهد الرئيسي، مش ضروري يكون مثل ما هلا مبين على المحاور عم بيضرب من مارون الراس. محاور هيدي كلها جهد سنوي، الجهد الرئيسي بعد ما معروف اي ساعه بيطور الاهداف، وعم بيتكل العدو الاسرائيلي على التماس مع القوات المقاومه ليفرغها من الذخيره، وليصير عندها مشكله بالامداد اللوجستي والامداد بالعمق لوحداتها، خاصه بعد ضرب قياداتها، مشان تخلص للأوامر أو الطريقة اللي عم تقتل فيها لا مركزية، يخليها تطول بدون أوامر متواصلة. هيدي الأهداف الستة العدو عم بيحاول يحافظ عليها بطريقة هجمته للبنان. والمقاومة عم تقوم بنفس الوقت بتصعيد الأهداف، عم تتطور أهدافها، عم تصيب بتل أبيب، بحيفا، أهدافها عم تضرب صفد مراكز القيادة. ونوع القتال حزب الله، عفوا، نوع الوحدات بالقتال بالعقيدة القتالية الإسرائيلية تطورت وتغيرت. ما بقى عم يستعمل الدبابات كأساس بالقتال، عم يتقدم بطريقة مع المشاة، والمناورة ممكن تتطور بعدين بإنزال بالتلال وإبرار، وإنزال إبرار بحري للقوى العسكرية الإسرائيلية. خاصة طور حاله وتدرب كتير بقبرص على هاي العقيدة القتالية الجديدة يلي كانت قديما يتكلوا على الدبابات. لهيك يعني كل المقاربة والهجوم على لبنان تغيرت، التاريخ ما راح لازم ننتبه، الأمور لن تتكرر بنفس الطريقة اللي فات فيها على لبنان 2006. ممكن يعمل التفاف من سوريا، ممكن يعمل التلفات من البحر، ممكن يضل يعمل ثبات لقد ما في يطول بدون ما يفوت، بيفوت وبيطلع، بيفوت وبيطلع ليستنزف الاستنزاف من الطرفين. العدو الإسرائيلي عم بيحارب يستنزف قوى المقاومة ويخلص لها مقاومة ذخيرتها ويحولها، لانه البيئه الحاضنه اكلتها بالرميات والضرب. والعدو وطريقه القتال المقاومه حزب الله عم بيقتل بطريقه استهدافيه، بطريقه الحرب العصابات اللا متماثله بمجموعات صغيره. منها بحاجه لاوامر وقيادات تتبع لها على الارض. فمع الوقت هيدي بتتاثر بدون ما تحس باوامر، لانه القيادات العليا بعدها بارباك وخرق. سيد نصيف، جيش الاحتلال يتحدث عن عمليات برية محدودة ضد حزب الله في القطاع الغربي لجنوب لبنان، ما الذي يمكن أن يحققه من عمليات محدودة ضد حزب الله؟ 2006 ليست بعيدة تاريخيا، المواجهة بين الطرفين.
مساء الخير أهلا ومرحبا. لحضرتك ولضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. لا شك الاحتلال في هذه العدوان وفي هذه الحرب، سواء على لبنان وجنوب لبنان بشكل أساسي والبيئة اللبنانية بشكل كامل، هو بيعتمد سياسة الخطة الكاملة اللي نعم سيادة العميد يعني فصل 6 أهداف منها، واللي هي الخطة بتعتمد بشكل أساسي على الأرض المحروقة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى استهداف بيروت وبعض المدن والضاحية الجنوبية، على اعتبار أنها ممكن يكون أهداف في العمق اللبناني وفي في 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 عمق المقاومة. نعم بالإضافة لذلك ما بنسى محاولة الحصار البري والجوي والبحري اللي بقوم فيها الاحتلال في الفترة الحالية. فبتصوري الاحتلال هو ماشي لبنان بخطة، بنفس الخطة اللي كان ماشي فيها في قطاع غزي. لا شك إنه البيئة في جنوب لبنان بتختلف عن قطاع غزي، وهي طرق تحديات أخرى أمام الاحتلال، بالإضافة إلى قوى المقاومة المتواجدة بهذه المناطق كلها، واللي كمان هي طورت استراتيجياتها وطورت آلياتها بما يختلف عن 2006. نعم فبتصوري انه الاحتلال هناك خطه هدفها الاساسي اباده او الارض المحروقه في الجنوب اللبناني بهدف السيطره عليها على ارض الواقع او نعم ميدانيا، بالاضافه الى ضرب الضاحي والمدن الرئيسيه في لبنان والحصار الكامل على لبنان طيرانا وبرا وبحرا. نعم وهي الخطة في تصوري مضبوطة، هي متطورة أكثر عن خطة 2006 مثل ما تفضل سيادة العميد مرسيل، ولكن المقاومة هي كمان فاهمة هذا الموضوع، وفي في تصوري إنها كمان قادرة على التعامل معاه، لأنه هي لم تعتمد نفس الآلية اللي اعتمدتها قبل 2006، نعم وخصوصا في المواجهة البرية اللي موجودة حاليا. طبعا طيب خلال الساعات القادمة أكيد رح يكون في محاولة دخول بري أعمق من حاول يكون فيها سابقا على مستوى الحدود، في محاولة لجس النبض، ولكن بتصوري أن المقاومة جاهزة لهي المحاولة، بحيث أنه كمان فيها استراتيجيتها وإلها خطة دفاعها المتطورة عن 2006، واللي نعم بتحاكي الحرب الموجودة أو العدوان الموجود حاليا على لبنان وجنوب لبنان وأهل لبنان. طيب بشكل أساسي بدنا نضل يعني نحط في اعتبارنا شيء أساسي، أنه الاحتلال بخطته الأصلية هو الهدف منها إبادة الشعوب العربية والشعب اللبناني وضرب الحاضنة الشعبية للمقاومة من نعم خلال استهداف المدنيين، استهداف المناطق الصحية أو الوحدات الصحية، باستهداف المدارس، ممكن في مرحلة أخرى يكون في استهداف لأماكن نزوح اللاجئين مثل ما شفنا خلال اليوم استهداف بعض المناطق اللي هي تعتبر شواطئ للبكالوريا المتوسط، اللي من نعم خلالها ممكن يكون في تطور لخطته التي تهدف الى الاباده بشكل كامل وللسيطره طيب على الواقع بشكل عملي. سيد أبو مهادي، إلى أي مدى تتفقون مع الحديث بأن الاحتلال يستنسخ ما يقوم به في قطاع غزة إلى جنوب لبنان، خاصة ما يقوم به الآن وفي الآونة الأخيرة في شمال القطاع بمحاولة استنساخه إلى جنوب لبنان، وفيما يخص بالتحديد موضوع النزوح وإخراج مواطني الجنوب اللبناني ومحاولة إجبارهم على ترك مناطقهم كما فعل في جنوب قطاع غزة في شمال قطاع غزة؟ هل تسمعني سيد محمد أبو نعم هادي؟ أسمعك صحيح. نعم هو الاحتلال الإسرائيلي ونتنياهو يمارس نفس ما فعلوا في قطاع غزة، أعمال إبادة جماعية وتطهير عرقي وسياسة الأرض المحروقة، ظنا منه أنه قد يستطيع الحصول على نصر ما أو تحقيق هدف ما من جملة الأهداف التي أعلنها مرارا وتكرارا.
نتنياهو يرى أن الحرب والدمار والخراب في أي جبهة كانت هي وسيلته للبقاء في السلطة وتحقيق مطامع إسرائيلية في استيلاء على أراضي الغير بالقوة العسكرية، رغم أن إسرائيل كانت موجودة في قطاع غزة سابقا وانسحبت منه، وكانت موجودة في جنوب لبنان وانسحبت منه، وفي ظروف كانت هي أكثر تفوقا من قوى المقاومة سواء اللبنانية أو الفلسطينية. ولكن يعني من ناحية ثانية الجغرافيا، ويعني هناك صراحة تفاوت ما بين الجبهتين اللبنانية والفلسطينية. أولا المقاومة في غزة تعيش ظروف حصار كامل، ووسط يعني حشود بشرية هائلة ألحقت ضرر كبير في كل مناحي الحياة، كما يعني وقع ضحايا كثر نتيجة هذا العدوان، أكثر من 50 أو نحو 50 ألف شهيد في قطاع غزة حتى اللحظة. كانت إسرائيل عندما تريد أو تزعم أن هناك مقاتل فلسطيني بين مجموعة من الناس تقصف، شهدنا قصف مستشفى المعمدان الذي راح ضحيته أكثر من 400 شهيد، وقصف في مخيم جباليا وراح ضحيته أكثر من 500 شهيد، يعني جرائم إبادة كبيرة وواسعة. لكن الظروف في لبنان مختلفة بشكل كبير، المقاومة اللبنانية لديها الطبيعة تخدمها، الامتداد أو العمق الجغرافي أيضا يخدمها، ونوعية السلاح يخدمها أكثر. كنا نتذكر الشهيد حسن نصر الله عندما أعلن عن رغبة حزب الله باستدراج القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان. حزب الله يدرك ما يفعله، ويبدو أنه أعد العدة بشكل جيد لهذه المسألة، بدليل أن إسرائيل لم تعلن أنها حتى اللحظة استطاعت أن تستولي بالقوة العسكرية على أي منطقة حدودية لبنانية. هي تتوغل وتغزو عدة أمتار ثم تنسحب ثم تناور ثم تقوم بالتمويه ثم ترفع علم تزعم أنه في مارون الرأس، وفي حقيقة الأمر أنه لا يوجد تقدم فعلي للقوات الإسرائيلية في أي منطقة من مناطق التي أعلنت استعدادها للغزو. وسمعنا أن الجيش الإسرائيلي استدعى فرقتين خلال اليومين الماضيين للمشاركة في غزو الجنوب اللبناني. هذا ليس حديثي أنا وحسب، بل العديد من الخبراء العسكريين أكدوا أن نتنياهو ذاهب بجنوده إلى مصيدة كبيرة، ويزج بالجيش الإسرائيلي نحو مجزرة محتومة النتائج. لن يستطيع أن يستقر في أي منطقة تتقدم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، كما هو في قطاع غزة. مخيم جباليا كم مرة داهمته واجتاحته وارتكبت فيه مجازر قوات الاحتلال، لكن سرعان يعني ما تستعيد المقاومة الفلسطينية وجودها وحيويتها وحركتها حتى هذه اللحظة، رغم كل ما لحق في شمال غزة من دمار وإبادة جماعية ومجاعة استمرت حوالي أكثر من 5 شهور في شمال غزة، لكنها ما زالت حتى الآن صامدة وتلحق الخسائر والأذى في قوات الاحتلال. نتنياهو كما أسلفت يبحث عن أي انتصار يضمن في مواصلة ما يزعمه بأنه يعني يدافع عن أمن الإسرائيليين، في حين أن أمن الإسرائيليين يتعرض للخطر أكبر في ظل إعلانه عن غزو جنوب لبنان، حيث باتت مساحات أوسع في دائرة استهداف المقاومة،
حزب الله هذا اليوم رغم أن نتنياهو يعني اغتال أو الإسرائيليين اغتالوا جزء مهم من قيادة حزب الله، لكن هذا اليوم وأثناء حديث كلمة أو أثناء كلمة نائب الأمين العام لحزب الله، تعرضت مدينة حيفا لأكبر ضربة صاروخية من المقاومة اللبنانية. هذا مؤشر على صلابة البناء الذي أعدته المقاومة اللبنانية، على صلابة بناء المقاومة اللبنانية، وأنها تعمل وفق خطة مدروسة لم تتأثر بكل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل سواء في غزوها البري أو على مدار عام من خلال العدوان العسكري من الجو على لبنان أو على قطاع غزة. يوم أمس المقاومة الفلسطينية أيضا قصفت تل أبيب. نعم. وسأفترض جدلا بأن نتنياهو استطاع الحد من عمليات القصف الصاروخي سواء من غزة أو من لبنان، فهناك جبهات أخرى تطال قلب العاصمة، قلب إسرائيل، قلب تل أبيب. هناك اليمن، هناك العراق. فهل سيقوم نتنياهو بعمليات غزو بري؟ هل يستطيع أن طيب. يعيد أكثر سيد أبو مهدي؟ نعم فقط حتى نعم. إسرائيلي في داخل الملاجئ حتى نستغل الوقت مع جميع الضيوف. اسمح لي أن أنتقل إلى السيد مارسيل. سيد مارسيل، تحدثت منذ قليل عن حرب استنزاف ربما بين الاحتلال وبين حزب الله. أي الطرفين يستطيع الحفاظ على توازنه في هذه المواجهة ويستطيع أن يستنزف الطرف الآخر؟ سيدي الكريم ولضيوفك، كل واحد عنده نقطة ضعف. العدو الإسرائيلي استنزافه بيكون بالدخول بالعمق بلبنان، بيضرب القوات المقاومة تضربه بمجنبته وبخلفيته، يعني بتتركه يفوت لتضربه بالقتال التأخيري. وضعف المقاومة انه طول المعركة بيبدأ امداد لوجستي وامداد قتالي وبيكلفها كثير من الدعم يلي ضربوها كثير في الإسرائيلية. فبالتالي اثنيناتهم عض أصابع بالقبل. بس بدي أعلق انه من السابق على ضيوفك الكرام، انه من السابق نقول انه ما عم تقدر تتوغل اسرائيل. اسرائيل ما عم تعمل الا تماس ودجاس نبط مع على الحدود، عم تحاول ترمي كل الاهداف بالتوازي. الحدود عم ترمي بعلبك تنتقل الاستراتيجي للحزب بالصواريخ، عم ترمي بيروت القيادات والبيئه الحاضنه، عم تدمرها تدمير قاسي ليضغط على عناصر المقاومه. والعمليه ما فينا نقول بعدها فاشله ما ناجحه. اسرائيل هي ما عم تتمسك بالارض، المقاومه عم يستبسلوا عم يقتلوا منهم، بس كمان اسرائيل ما بعدها منها هيدا الجهد الاساسي، الجهد السنوي مش مبين بعد. وبعدين نحن منتظرين حصار شامل، بعدنا باول الطريق، بعد بيجينا حصار بحري وحصار بالمحافظات بيقطعوا اوصال البلد وحصار الحدود بلشوا فيه من بعيد. بس القوات حزب الله اقوى بالتدريب بكثير بين حماس وحزب الله. ما ننسى حزب الله درب بحماس وعنده امكانيات بالسلاح وبالعديد والعتاد، وطبيعه ارض لبنان حزب الله متدرب عليها منيح، حافظها ومقيده. الجبال بلبنان مقيده، محاور مقيده، يعني عند الدخول الاسرائيلي محاور معروفه. لهيك انا بشك انه يفوت يغير الاسلوب، يمكن يستعمل الانزالات، يمكن عن البحر يجي، يمكن يتف علينا لانه ضرب السويد امبارح من سوريا. يمكن الجهد الرئيسي بطل يعمله من البحر لانه عنده تجهيزات بحريه جديده، جايب سعر 6، جايب غواصات عنده 5، بده يناور قد ما فيه مشان ما يفوت بنقطه قوه حزب الله. نقطه قوه حزب الله القتال البري المشاة، بده يتجنب قد ما في يحرق ويهجر ويشكل ورقة ضغط مع ضرب القيادات. نعم. سيد نصيف، إلى أي مدى ستقف الولايات المتحدة والعالم موقف المتفرج مما يقوم به الاحتلال من توسيع هذه الحرب إقليميا في المنطقة، خاصة مع دخول العدوان على قطاع غزة عامه الثاني ومع فتح الجبهة مع جنوب لبنان؟ متى سيتحرك العالم ليوقف ما يقوم به نتنياهو في المنطقة؟
يعني اسمح لي أبدي هاي الملاحظة. الولايات المتحدة والمنظومة الغربية هي ما نقدر نعتبرها متفرج، هي مشارك أساسي مع الاحتلال في هذا العدوان، سواء على قطاع غزة وعلى القدس الغربية وعلى لبنان وجنوب لبنان وغيرها من الجبهات. فهي شريك نعم أساسي. هي مشاركة، ولكن تتحدث مثلا كمالا هاريس عن أنه لابد من إيقاف هذه الحرب المستمرة، وفي نفس الوقت من إعطاء إسرائيل حقها في الدفاع عن نفسها. في تصوري انه هاي الاعلانات هي اعلانات للاشتباك الاعلامي لا اكثر ولا اقل، وجزء من الـ من الـ من الدعايه الانتخابيه لكمال هاريس او لغيرها من المترشحين الامريكان، بالاضافه الى الحكومات الغربيه اللي هي داعم اساسي لاسرائيل في عدوانها، وهي زودته بكل ما يحتاجه ومستعدين تزوده في كل في كل في كل مره. ففي التصور من المهم انه ناخذ باعتبارنا انه هي ما بنحكي هنا عن صمت، هنا بنحكي عن شركاء بهاي الجريمه، شركاء بالاباده الجماعيه بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، شركاء بهذا العدوان اللي يمثله الاحتلال الاسرائيلي ك رأس الحربي للمنظومة الغربية والأمريكية بشكل أساسي. نعم. فهي رح طول ما كان نتنياهو قادر وإسرائيل قادرة على إنها تستهدف سواء قطاع غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو جنوب لبنان أو الضاحية، هاي المنظومة رح تظل داعمة له وعاملة له الغطاء السياسي. إلا في حالة واحدة، في حال بدأ تكبد الخسائر، مثل ما لاحظنا إنه في العدوان على قطاع غزة وفي حرب الإبادة على قطاع غزة، لما كان في خسائر بالجانب الإسرائيلي صارت المبادرات تخرج من المنظومة الغربية لمحاولة مساعدة هذا الاحتلال. فلما تكون الخسائر أشد مما هو متوقع من 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 المقاومه في لبنان، ببلش المبادرات، ببلش المندوبين الغربيين يتوجهوا الى العاصمه بيروت في محاوله الى عمل غطاء سياسي. هذا غطاء لا يعدو ان يكون غطاء سياسي حسب تجربتنا طوال العام الفائت. نعم. غطاء سياسي لاعطاء الوقت اللازم للاحتلال ولنتنياهو ولحكومه التعصب الفاشيه العنصريه الاسرائيليه لتمارس دورها في اباده الشعوب وفي اباده المقاومه على كافة الجبهات. وهذا الحكي ينطبق على لبنان وينطبق على اليمن وينطبق على العراق في حال فتحت إحدى الجبهات هناك. نعم. ولا شك في حالة استهداف طهران في رد إسرائيلي، ستكون أمريكا وهي أعلنتها بشكل مباشر، ستكون أمريكا هي من الأساسيين في الدفاع عن هذا الكيان. فهذا الكيان بشكل أساسي هو قوته وجبروته وتعطشه للدم نابع. نعم. من هذا الدعم الأمريكي والغربي الغير محدود. نعم. على المستوى السياسي، المستوى الاقتصادي والمستوى العسكري. هاي يعني بتصوري لازم نوصل لمرحلة نفهم إنه هاي المنظومة هي جزء من هاي المشكلة، وهي. نعم. لن تقوم على الضغط على احتلال للوقف العدوان إلا في حالة تكبده للخسائر. ضرب العنق الإسرائيلي اليوم ومبارح من قوى المقاومة في لبنان أو في غيرها من الجبهات هي مؤثرة جدا، المجابهة البرية هي مؤثرة جدا، صمود الناس في أماكن نزوحهم أو في. نعم. في مناطقهم اللي ارتأوا. طيب. إنهم فيها هي جزء مباشر، وهنا لا نقلل من حجم المعاناة اللي بيعانيها الشعب الفلسطيني واللي بيعانيها الشعب اللبناني من فقر للناس. نعم. للأطفال، للمدنيين اللي موجودين سواء في 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 المناطق المستهدفة أو في مناطق النزوح. نعم. هذا يعني مثل ما بقول هاي ضريبة نحن مضطرون إلى دفعها سواء. طيب. كاملة مرة واحدة أو بالتقسيط خلال السنوات القادمة أو السائتي كنا ندفعها بالتقسيط. نعم. شكرا جزيلا لك السيد خالد نصيف، الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، حدثتنا من رام الله. سيد أبو مهادي، إليك مجددا، على المستوى السياسي ما الذي
يمكن أن يحققه نتنياهو أو يطمح إلى تحقيقه من التوجه إلى فتح جبهة ودخول بري في جنوب لبنان؟ هو يريد أن يؤلب الرأي العام اللبناني. نعم. المقاومة اللبنانية كما فعل في قطاع غزة بتأليب الرأي العام ومحاولة يعني إيجاد حلفاء أو أصدقاء لإسرائيل في كلا المنطقتين في غزة. نعم. وفي لبنان. وقد أشار في ذلك عندما يعني رفع خارطته في منطقة في الأمم المتحدة مرتين. إسرائيل تريد إحداث تغيير في الشرق الأوسط، بيئة صديقة لها بالمطلق وتابعة لها، وتظن أن عملية التطبيع ممكنة واستجلاب يعني حلفاء أو أصدقاء لها في منطقة في المناطق المجاورة لها أمر ممكن، وهي تواصل احتلالها للأراضي الفلسطينية وجزء من جنوب لبنان إذا تمكنت من فعل ذلك، وهذا طبعا غير وارد. اللبنانيين صاروا أكثر صلابة وأكثر وحدة، أنا يعني أتابع ما يقال من مختلف أطراف الحركة السياسية اللبنانية مع بعض الاستثناءات، وأيضا الفلسطينيون يعني جميعا صاروا موقنين أن هدف نتنياهو هو خلق يعني بدائل وخلق جهات وأطراف موالية، وبالتالي هذا الهدف سقط منذ أن أراد الاتصال بالعشائر الفلسطينية على سبيل المثال، والعشائر ردت بشكل معاكس لرغبة نتنياهو، وسيسقط مشروعه في لبنان. نعم. وهذا ما يعني لاحظنا أو سمعنا أيضا ما قاله بايدن عندما بدأوا الآن يتحدثون عن رئيس للبنان، وكأن لبنان يعني قد انتهت من حالة الحرب وبحاجة لإعادة ترتيب أوضاعها السياسية الداخلية، والولايات المتحدة يعني ستحاول أن تفرض شكل الإدارة السياسية اللبنانية أو الحكومة أو الرئيس اللبناني. نعم. طبعا حزب الله رد عليهم بأن هذا أو رد على الجميع بأن الأوضاع الداخلية اللبنانية يجري ترتيبها مع انتهاء الحرب. وهذه ليست المرة الأولى وليس في يعني باستمرار هم أعينهم على غزة وعلى لبنان. نعم. يبحثون عن قوى حليفة أو قوى صديقة لإسرائيل كي تضمن إسرائيل بقائها واستمرارها فيما هي عليه، تريد أن تحتفظ بالأرض، تريد أن تحتفظ باحتلالها لهذه الأراضي وأن تحصل على السلام وصداقة الشعوب العربية في آن واحد، وهذا مستحيل في علم السياسة أو مستحيل يعني أضبطه. نعم. يعني تجارب الشعوب كلها ليس في فلسطين وحسب وإنما في كل العالم، لا يمكن أن يحتفظ الاحتلال. نعم. ببقائه في أرض ما وأن ينعم بالسلام. نعم. سيد مارسيل إليك مجددا، عسكريا كيف نفهم طبيعة التحركات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني؟ ما الذي يمكن أن يحققه خاصة أنه لا يواجه جيشا نظاميا وأن الجغرافيا تلعب دورا مهما كما تحدثت منذ قليل؟ جنوب لبنان يختلف في طبيعته عن قطاع غزة. بالطبيعي قدرات إسرائيل ما فينا نقيسها مع قدرات حزب الله. نعم. هو نوع القتال هذا دائما لا متماثل، بيكون بين جيش منظم قوي قدرات قوية مجموعات صغيرة لا مركزية قتالية، في فرق كبير بالقدرة. إن ميدان المعركة هو اللي بده يحدد المفاوضات بين إسرائيل وحزب الله ولبنان بالتالي. والإسرائيلي عم بيفوت بلبنان بطريقة بطيئة، قرية قرية، وبيدربها وبيخربها، مغير كتير باستراتيجيته. عم بيحاول يفوت بطريقة متأنية منعا للخسائر ولا يأذي ولا يطول المعركة ولا قد ما في يخلي الحزب الله ببيئته بمجموعاته مثل ما قال صديقنا الكريم عندك قلب الرأي العام يقوم عليه.
بس طريقه الايديولوجي للبيئه الحاضنه بينه وبين مقاتلي حزب الله من الصعب حزب الله ان يستسلم او البيئه الحاضنه تقلب عليه لانه تتفاعل كثير معه بالقتال، وبالتالي المعركه طويله استنزافيه. والاسرائيلي اكيد يمكن يقدر يفوت، هو هدفه يفوت يمكن 5-7 كيلومتر ليفرض عليه، بس ما بيناسبه يضل لانه اذا ضل بيجرب يتعرض لرميات كثير ولقتل ومجربته بصير تتعرض لاعتداءات وما بيناسبه. هو اللي حيفوت وبيطلع ليفوض عليها او بقعه صغيره، بس لن يتمكن العدو الاسرائيلي من التمسك بالارض لفتره طويله. وانا هني عم براهنوا على شغلتين الاسرائيليه، انه حزب الله الامدادات والقياده والسيطره تكون خف عليه وتضعف كثير، ويحددوا صواريخ التقنيه والكورنات والماس وكل شيء اللي عم بيأذيهم بالمستعمرات وتقدم المعادي يحددون يقصفون، وبالتالي بيكونوا حزب الله بيخضع للمفاوضات للملاقات 1701 معدل او 1559. نعم. هيدي ميدان المعركه بيحددها، بس انه المعركه طويله، اسرائيل رح تستعمل القدره التدميريه اكثر ما هي القدره الاحتلاليه. نعم. يعني ما كثير بتفكر باحتلال الارض لانه ما بدها اراضي، بدها تامن هدفها الاساسي شمال اسرائيل وتعمل فرض اتفاق مع لبنان تفرضه. هاي المعركة التدميرية متوازية مع تقدم وحرق وخرق وتهجير على الأرض ممكن يوصل لاتفاق بدون ما تحتل وتجتاح لبنان. نعم، أشكرك جزيلا العميد مارسيل بالوكجي الخبير العسكري والاستراتيجي، حدثنا من بيروت عبر زوم. كما أشكر أيضا ضيفي السيد محمد أبو مهادي الباحث في الشأن السياسي، حدثنا عبر الهاتف من بروكسل.